بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائي الطلاب في الصف الخامس الابتدائي في مادة الحديث. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الوحدة الثالثة، وهي بعنوان النبي الحليم صلى الله عليه وسلم. سوف نتعلم في هذه الوحدة صور من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى الحلم. طيب، الدرس الرابع حلم النبي صلى الله عليه وسلم. الحلم سيد الأخلاق. تمهيد، هل العبارة صحيحة؟ نعم، هي عبارة صحيحة. وكيف كانت منزلة الحلم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلما. أتعرف على حلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. صور من حلمه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وعليه رداء خشن، ومعه بعض أصحابه رضي الله عنهم، فأتاه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى أثر الرداء على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر من شدة جذبته، ثم قال: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، فدعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا. وقدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت أن تدخل في الإسلام، فادعوا الله عليها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: هلكت دوس، يقصدون إن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وآتي بهم مسلمين. فذهب إليهم الطفيل رضي الله عنه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. معنى الحلم: الحلم هو التعقل والتثبت في الأمور وترك الغضب، وهو من الأخلاق الحسنة الرفيعة التي يسعى العقلاء لاكتسابها وتعويد نفوسهم عليها. فإذا أخطأ عليك أحد فطبق صفة الحلم في واقعك وتعاملك مع من حولك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلما وأكملهم أخلاقا. طيب، ما أثر حلم النبي صلى الله عليه وسلم في استجابة الناس لدعوته؟ كان لحلمه صلى الله عليه وسلم أثر كبير في استجابة الناس إلى دعوته، ومن ذلك هو دعاؤه لقبيلة دوس بالهداية والإسلام، فهداهم الله جميعا وأسلموا. تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حلما. معنى الحلم هو التعقل والتثبت في الأمور. معلومة إثرائية: ضد الحلم هو الغضب، ومن الصفات المشينة وعلاجه ما يلي: الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند الغضب، وتغيير الهيئة، فإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، الصمت وعدم الكلام حتى يذهب الغضب، الوضوء، وأيضا الصلاة. تقويم: اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح أمامها. كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الذي جذب رداءه أنه تبسم في وجهه. عندما عصت قبيلة دوس ورفضت الدخول في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهداية. أكمل الفراغ الآتي: الحلم هو التعقل والتثبت في الأمور وترك الغضب. إلى هنا ينتهي درس هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.